يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده والسادسه. تحياتي بدايه لكل الاهلاويه اللي بيتابعوا حلقه النهارده، والبدايه الحقيقه النهارده بالذات يمكن تكون محيره شويه. الواحد في حيره شديده، او خلينا نقول احنا او انا على المستوى الشخصي بين نارين. يمكن موسم، طبعا خلينا متفقين للنسيان، موسم من المواسم الاستثنائيه اللي ما بنعديش بيها كتير، والظروف اللي قادتنا لده معروفه، سواء اللي احنا تسببنا فيها بشكل مباشر وتسببنا فيها دي بقى حط تحتها 100 خط، ايا كان بقى مين يتحمل مسؤوليه، جهاز فني سابق، جهاز فني حالي، ودي في حد ذاتها نقطه حيره كبيره جدا بالنسبه لي. لعيبه في وقت من الاوقات، هقول جمهور كمان الحقيقه، وهتسالني ليه الجمهور ممكن يكون بيتحمل جزء من المسؤوليه، هقول لك لانه في وقت من الاوقات كان في ضغوط كبيره جدا. وخلينا نفتكر انه بدايه الموسم ده كانت ولا اروع ولا احسن، نفس الفرقه دي، نفس العناصر دي، نفس المدير الفني اللي توجنا معاه ببطولتين افريقيا، وخدنا معاه 2 دهب في كاس العالم، وخدنا معاه 2 سوبر افريقي، وخدنا معاه كاس ودوري، وكنا طايرين بالفرقه السما. هي نفس الفرقه اللي بدات الموسم بدايه ولا اروع، تكاد تكون النقطه المضيئه الوحيده اللي اتفق فيها جماهير النادي الاهلي طوال تولي مستر موسيماني المسؤوليه، ان الاهلي جمع بين الاثنين، قوه العروض ومستوى الاداء مع النتائج. ده اللي حصل في بدايه الموسم، نفس الفريق، نفس الاسماء، للاسف شديد جدا ما كانش عندهم قدره ان هم يفنشوا الموسم بنفس المستوى لاسباب كتيره جدا. يعني هخلص الحلقه لو قعدت اعيدها على حضراتكم، سواء كنا فاعل او مفعول به، لانه جزء من الفاتوره احنا دفعناها نتيجه اخطاء كبيره جدا في التحكيم، نتيجه اخطاء كبيره جدا في التخطيط للموسم، عدد الماتشات الاهلي بيلعبها، مع الاخذ في الاعتبار ان كان في اجنده دوليه مزدحمه جدا، سواء لمنتخب مصر في كاس العرب، او سواء لمنتخب مصر في تصفيات كاس العالم، او سواء لمنتخب مصر في بطوله امم افريقيا، دفع الاهلي جزء كبير جدا من فاتورتها. فانت امام موسم استثنائي، موسم ما بيحصلش كتير وصعب جدا يتكرر مره ثانيه. الاهم من ده هو اللي فاضل. انا شايف انه مفيش داعي للتوتر، ومفيش داعي ان احنا نحمل الامور فوق طاقتها. متفقين ان الاهلي مش في حالته، ومتفقين ان العروض مش احسن حاجه ممكنه، وان ده مش مستوى النادي الاهلي، وان في يمكن كتير من اللعيبه ما اجادتش او ما احسنتش استغلال الفرصه. لكن في ظروف قهريه فرضت على اللعيبه، فرضت كمان على الجهاز الفني، اللي انا عارف انه الناس من النهارده منقسمه عليه. ناس بتشوف انه الراجل ما خدش فرصه كامله، وده شيء منطقي وطبيعي جدا، ولعب في ظروف صعبه جدا بدون عدد كبير جدا من اللاعبين الاساسيين، ووصل عددهم ل 20 لاعب من قائمه النادي الاهلي، لاعبين اساسيين في كل البطولات والانجازات حققها النادي الاهلي، لعب من غيرهم، ولعب في فتره صعبه جدا بتعاني فيها الفرقه من اصابات وغيابات واجهاد والى اخره، واتفرض عليه مجموعه من الاسماء اللي في حاجه ان هم يتم تقييمهم عشان نشوف مين هيكمل ومين مش هيكمل. فبالتالي الحكم على سوارش يبقى في قسوه شديده جدا وظلم. انا بقول لحضراتكم الكلام ده وانا مش راضي عن اداء الاهلي، وكنت منتظر منه فعلا في الفتره اللي هيتولى فيها مسؤوليه نشوف بوادر، نشوف اماره زي ما بنقول، نشوف مقدمات تقول انه لا، سوارش اسم تراهن عليه في الموسم القادم. ما بين وجهه النظر دي وجهه النظر دي، انا عارف ان جمهور الاهلي في حيره كبيره جدا، لكن في النهايه بشوف انه الفترة دي فترة كشف حساب، مش محتاجين نضغط ومش محتاجين نتوتر، وبالتأكيد الأهلي زي ما عودنا وبإذن الله هيرجع أقوى وأحسن وأفضل من الأول.